لأن أهلا وسهلا فيكم من جديد مع العائلة يعني الفنية اللي نحن فخورين فيها جدا. أستاذ محمد بالفاصل كانت عم ترتب أنت ورندا على موضوع له دخل في العائلة، بس أنا صراحة يعني بدي سؤال أتركه لرندا مع موضوع العائلة، سؤالي مختلف شوي. كابن للمجال أو ابن في المجال، دائما الأب بيكون في عنده شايف يعني أحسن ما في المجال وشايف يعني بجوز خليني احكي لك اصعب ما في المجال. نعم. اكيد رحله مش سهله، واكيد هذا المجال تحديدا مش مجال سهل، فبجوز كاب يعني حضرتك عم بدي اسالك كاب وشفت اصعب ما في المجال واسوء، خليني احكي ما في اي مجال من مجالات العالم فيهم في اشياء صعبه، فما كنت خايف على الشباب وبتول مثلا؟ ما كنت حاسس انه انت لا ما بدك اياهم يمروا في تجربه مشابهه للتجارب اللي مرت فيها، ما بدك اياهم يختلطوا في شخصيات انت بجوز ما كنت كثير راضي عن اختلاطك فيهم؟ شوف، يمكن جوابي يكون عام أكثر منه متخصص بهذه النقطة. هلا كل علاقة مميزة أو كل شخصية مميزة لابد من إنه تلاقي في إشي دعمها لحتى لتصير مميزة. هلا أنا غير مسألة الحب اللي كان مغلف العائلة، غير العلاقة الخاصة اللي بيني وبين الأولاد، علاقة هذا، لكن في قيمة معينة أنا كنت مركز عليها كثير، ركزت على أنه أنا أوصلها إلهم، اللي هي أن تكون متصالحاً مع نفسك. ربيتهم على أنه يكون متصالحين مع نفسهم، فهذا عكس أنه متصالح مع نفسه، متصالح مع مجتمعه، متصالح مع وضعه الاجتماعي، متصالح مع وضعه المادي، متصالح حتى دينياً. أنا أولادي يمكن كل الناس بيعرفوا أنه إخوالهم من دين آخر وهم من دين. نعم. فمتصالحين. هذا الحكي شو عمل؟ خلاهم عندهم ثقة بنفسهم، فاهمين كل إشي بيدور حواليهم، وعمل عندهم شغلة اللي هي إنه صار صادق في التعبير عن نفسه، صادق في التعبير عن 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 فنه، صادق في كل شيء. نعم. صار عندهم هذول القيمتين، يعني التصالح مع النفس والصدق. فهذا اللي يعني الأساس في الموضوع. هلا دخول على موضوعك، أكيد يعني عندهم أم وأب من طلعوا من قالوا زي ما بقولوا من انولدوا وهم عم يشوفوهم بالفن، فلحالهم كانوا يشوفوا المساوئ والحسنات. حلو. وبصدق انا شايفهم، يمكن اول مره بحكي لهم، انا شايفهم ماشيين بالطريق السليم لانه عارفين وين رايحين. حلو. يعني يمكن احنا كل الاضافه اللي عملناها بانه احنا انرنا لهم الطريق. نعم. وكان في يمكن انا ورانيا كان في عندنا حالي انه من البدايه انه حتى الفن، حتى نوعيه الاعمال بنختارها. نعم. بعنايه. نعم. يعني ما بنشتغل اي 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 شيء لحتى انه بدنا نعيش. يعني لا 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 استاذ محمد، ببساطه بدك اياهم يمروا في كل التجارب اللي مريت فيهم. ضروري. كلهم ضروري. واقول لك حتى يعني عفوا، يمكن شغله بسيطه جدا، انه عباده مثلا كان بامكانه يطلع على جامعته بالسياره. يعني الحمد لله عندنا سياره، بس كان يطلع بالباص وانا كنت مصر انه يطلع بالباص مثله مثل غيره لغايه ما خلص الجامعه. لا لا، كثير من الاشياء انا عشتها حابب انه يعيشوها وعم بيعيشوها يعني. بدي هلا انتقل للاولاد. يعني واضح انا عم بقول انه كثير مميز انه انتم عائله متفاهمه وكل واحد موجود على الطريق، وفي بيناتهم كودز. يعني هلا يمكن احنا بالفاصل بتحدثوا مع بعض وبغمزوا بعض، خلص في بيناتهم كودز كثير. واحد هذا دليل على الترابط. الله يحميهم. بدي اسمع من كل واحد منكم، مثلا عمر، شو بتوصف مثلا طريقه تربيه اهلك لإلك، مثلا بكلمه او كلمتين طريقه تربيه اهلك لإلك بشو بتوصفها؟ رح اسال لعباده نفس الشيء وبتول، شو بتوصف طريقه تربيه اهلك لإلك؟ احنا كلنا تربينا تقريبا على نفس الفكره اللي هي الحب، يعني بس احنا حبوا بعض وبيطلع معاكم الحياه اللي بتصير هيك الحب ولذيذه وحفله حفله. اسمع، يعني الحب غير المشروط، هذا هو الاساس، وعشان هيك متصالحين انه تمام. عبادة، شو بتوصف هيك طريقة تربية أهلك لإلك؟ يعني صراحة زي ما حكى عمر، ما في إشي تاني، إحنا بس تربينا على الحب. ما أحلاكم. ما في نظام معين. مش نظام معين، نظام الحب. بتقول أكيد زي ما حكوا إخواني، الحب، وكان أهم إشي عندنا بالنسبة لنا العيلة والتفاهم بيننا، يعني ما كان يصير بيننا هاي المشاكل اللي تفرقنا. يعني دائما منحب بعض متفاهمين وإحنا عيلة واحدة، اهم شيء كان. رائعين. حلو. هي حلو بس كتير. الصدق في التعامل. اوكي. الصدق في التعامل. لما بيتواجد الصدق في التعامل مع بعض، لما بنحب بعض
لما بنحس أكثر في بعض وكل واحد بيعرف شو التاني بيحب، بتلاقي هاي العلاقة الحميمية لحالها طلعت. صح، يفكر بالآخر. أبو الثقة اللي عودونا عليها ماما وبابا حلوة، يعني تخلي الواحد عنده ثقة بنفسه، تخلي الواحد تتعزز شخصيتك. يعني إذا أنت بالنسبة لك أهلك حاطينك زي ما يقولوا رمينك بهالغابة تعرف تعيش ومعطينك كل هاي الثقة، لحالك بتصير تتحمل المسؤولية. بس أكيد ضمن يعني قواعد قيم أساسية ربيت عليها، بعدين بقدر بقرش أفلته بدون قيم أنا ربيتهم فيها. واضح يعني، واضح. أنا كأم شايفته يعني كتير واضح. بس في حرية باتخاذ القرار إلى حد كبير، يعني إلى حد أكثر من 90% في حرية باتخاذ القرار، في رقابة، في توجيه، بس في إنه حتى وهو طفل لما بقرر يعمل إشي خليه يجرب. ما تقمعي علشان شخصيته كمان تصير اقوى شوي، يقدر يعبر عن حاله. 100% عشان هيك بيقدروا يتميزوا بالحياه، لانه متعود ياخذ قراره ويتحمل مسؤوليه. بالضبط، بتحمل مسؤوليه قراره. نعم. استاذ محمد سترانيا، عمر عباده، بتول، يعني نورتونا فعلا، زينتوا استوديو اليوم دنيا عيد بوجودكم اليوم. نحن برنامجنا دنيا يا دنيا، وبوجود العائله هاي الجميله جدا اليوم الدنيا عيد بوجودكم. شكرا لكم، كل عام وانتم بالف خير. شكرا لكم، كل عام وانتم ألف خير.